مساء الخير. اليوم إن شاء الله موضوعنا عن إنارة المحلات. طبعاً الأفكار اللي حقولها مو محصورة بإنارة المحلات، ممكن تطبيقها بأي مكان داخل. مثلاً بعض المحلات شو عم تتنور وشو هي الطريقة العشوائية؟ طبعاً الطريقة العشوائية إنه نحط الإنارة بأي مكان، لكن الطريقة الاحترافية إنه نوزع الإنارة بطريقة. بهذا المثال الإنارة إجت على السيارة تركزت وفي منطقة مو منورة وتم توجيه السبوتات بطريقة معينة على السيارة. نفس الشيء المعرض الرئيسي ده BMW بمدينة ميونخ تنورت طبعا من شركة إيركو من شركتنا. شوفوا شلون الإنارة موجهة على السيارة في منطقة ظاهرة. الأخطاء إنه الكشافات الإنارة بتكون ظاهرة أكثر من الملابس نفسها، لكن الصح إنه يكون ملابس ظاهرة أكثر من الكشافات. الكشافات داون لايت LED بانل بيكون مزعج للعين وما بيورجي الفساتين بطريقة جذابة، بعكس تم استخدم كشافات. واجهات المحلات كمان مهمة كتير، لاحظوا شلون الإنارة، الفرق بين هي الإنارة وهي إنارة جدا واضح. LED بانل غير جيد للواجهة. محلات الذهب كمان لازم الكشافات أو سبوتات ما لازم تكون ظاهرة، لازم تكون تظهر الذهب وهي ما تظهر، مثل هي الطريقة. شلون نختار الكشاف المناسب؟ لازم هذا الشخص واقف، لازم هاي المنطقة ما يكون فيها ضوء مزعج للعين. منطقة حجب الضوء عادة بتكون من زاوية 30 إلى زاوية 40، وهي ما بيكون فيها ضوء طالع من الجهاز باتجاه العين، وبالتالي بتكون راحة بصرية. الخطوة الثانية إنه لو عندي داون لايت ما لازم تكون الزاوية تبعه عريضة تنور كل المكان وكل المحل بنفس المستوى بنفس التساوي. لو عندي مثلاً داون لايت زاوية عريضة بس يكون إنارته خفيفة، بالإنارة العالية والقوية لازم تكون هي أعلى بكتير من حواليها تقريبا 5 أضعاف، بس إنه يكون جذاب وملفت للنظر وأعلى من الإنارة اللي حواليه. نوره هيك بطريقة كاملة، بختار زوايا من الضوء مثل هي بحيث إنه اختار الزاوية المناسبة لنور أماكن. خلينا مثلا ناخذ الزاوية هي اللي هي 28 درجة ونحطها بمكان بحيث انه نشوفها شلون حتنور هذا المحل. فحنشوف انه نورت بعض القطع اللي هي، او ممكن مثلا نور الكاونتر بطريقة كاملة. فاختيار الزاوية واختيار الكشاف الاحترافي مهم كتير. هذا مثال تاني، خلينا نقول انه بدي اعمل هايلايت او ركز الإنارة على هذا العنصر ليظهر بطريقة اقوى. بختار الزاوية البيضاوية وبحطها اختيار سبوت لايت بزاوية له زاوية بيضاوية، راح حدد العنصر وفصله عن المحيط بقوة إنارة أعلى من المحيط وخلاه يظهر بجاذبية. إذا اخترت زاوية 15 درجة شوفوا شلون بس حددت رأس العنصر وأظهرته بطريقة مفصولة عن بقية جسم العنصر. اختيار كمية الإضاءة، لون الإضاءة، زاوية الإضاءة، توجيه الإضاءة هو فن. وطبعا إن شاء الله لما تبدأ الدورة اللي وعدكم فيها بشهر 10 راح أبدأ بالتسلسل وأذكر النقاط المهمة، بس هلأ شرح سريع وراح أحط بعض النقاط المهمة. لأن بشكركم نهاية الحلقة وبقولكم إنه في خيارين، يا الحلقة الجاية حنتكلم عن إنارة المحلات أو أشرح لكم كيف اختيار الأجهزة.